الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بالنسبه للحراك الريف وبالنسبه للمطالب اللي تيطلبوها، مطالب مشروعه عادله كجميع الناس، جميع المواطنين اللي تيعانيو من التهميش ومن الحقره، المطالب ديالهم مشروعه. والمطالب ديالهم بالنسبه للطريقه ديالهم هما، انا متبع داكشي مزيان، انا كنشوفهم الطريقه عندهم سلميه 100%. شواقع بحوسيمه قالناهم خاصهم يخدموا، هما نعوضوا داك البلبله وحنا ناكلنا العسه صافي، هما غنعوضوا البلبله وحنا تشخمعنا. وكاين الناس اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم وفهمشي عام بنادم، ما يكونش داكشي خارج النشاح وصافي، هو داكشي سلمي، هو عاش المالك، مالك هو اللي كاين، من غير المالك ما كاينش واحد. وهذوك اللي طالبوا بالحقوق ديالهم من حقهم يطالبوا بالحقوق ديالهم، من حقهم يطالبوا بالمطالب ديالهم. وحتى الحكومه خصها دير الخدمه ديالها، يعني اصلا ما مشغل حسين بالضبط كاع في المغرب كامل، يعني اللي نشوفوا راه ما كاين عندنا اللي في الدستور كاين الصحه والتعليم والسكن، هادشي ما كاينش عندنا، ف ما مستفدينش منه. يعني دابا الحسيمه انا ما نفرض هذا الراي، هذا التحركات اللي كاينه في حسيمه كيبان داكشي اللي كاين في حسيمه ولا خاص يكون في الجديده، حيت البطاله كترش وما كاين لا خدمه لا والو، الشباب عندنا ضايع في هاد البلاد. الشيء ديال الحراك اللي في الحسيمه كنظن غير شويه، كاين ما كاينش واحد الضمير اللي خاص يكون داكشي سلمي، تكون شي مثلا مظاهرات تكون سلميه، احتجاجات تكون في يعني تكون في المستوى وتكون سلميه بدون يعني الحجاره والعنف، وداكشي ما غيوصلناش شي حاجه، ربما غير غادي يعطي صوره خايبه على البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.